اداء او الشكل الفني النادي الاهلي مع باتريس كالتيرون، نشوف امير هشام كده الدينامو بتاعنا بصراحه، نشوف اخر الاخبار عندك امير هشام. اهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني احنا عرفنا المباراه تاجلت قليلا عشان في ظروف في الطريق حصلت لبعث النادي الاهلي، قول لنا الاخبار وقول لنا التفاصيل لو سمحت. طيب خليني اقول لك ان البث في البدايه كده ان المباراه يعني ابتدت منذ حوالي 3 دقائق بالتحديد. النادي الاهلي وصل هنا في الفينيا، المباراه كانت المفروض تكون الساعه 6، ابتدت الساعه 7 بسبب ان الاهلي في طريق، يمكن الامور او الاجراءات الخاصه بانتقال النادي الاهلي من كرواتيا لسلوفينيا يمكن خدت بس حوالي ساعه او ساعه وربع بالتحديد، فبالتالي اتاخر النادي الاهلي شويه في الطريق، والمسافه يمكن بعيده شويه عن الطريق لوحده ساعتين، بخلاف الساعه او ساعه وربع اللي اتاخروا النادي الاهلي في اعلى حدود ما بين كرواتيا وسلوفينيا، دي اللي اخرت الفريق شويه. لكن فور وصول الفريق تم الاتفاق على ان المباراه تبتدي الساعه 7، وهي بالفعل خلاص ابتدت يا كابتن فيتو. خليني اقول لك تشكيل النادي الاهلي بيبتدي بيه مستر باتشيف كارتيرون هذه المباراه، والمباراه الوديه المهمه. خليني اقول لك ان محمد الشناوي في حراسه المرمى، مستر باتشيف تفضل ان هو يشركه في تدريبات، وبعض الدوليين كمان بيشتركوا في هذه المباراه، خصوصا ان هم خلاص يعني يعتبر جاهزين بعد ما كان في تفكير ان هم ما يشاركوش في المباراه الوديه الاولى، لكن خلاص يعني كارتيرون شايف ان هم من الافضل ان هم يشتركوا طالما هم بدنيا جاهزين ومفيش اي مشكله، فبالتالي محمد الشناوي في حراسه المرمى امامه كل من سعد نجيب ومحمد سعد سمير ومحمد نجيب، محمد هاني ناحيه اليمين وايمن اشرف ناحيه الشمال، في نص الملعب عمرو السوليه وحسام عاشور، امامهم مؤمن زكريا اجاي ووليد سليمان، والمهاجم الوحيد طبعا صلاح محمود. التشكيل اللي ابتدى بيه مستر باتشيف كارتيرون هذه المباراه واللي انطلقت منذ دقائق. خليني اقول لك اللي بيجيب عن المباراه دي طبعا الاصابات، سواء احمد بن شيخ او باسم علي اللي بيعملوا تدريبات تاهيليه مع كابتن طارق عبد العزيز على هامش هذه المباراه، ايضا بيجيب احمد حمودي، ويمكن احمد حمودي اشتكى كده من اجهاد في العضله الضمه، فبالتالي فضل الجهاز الفني ان هو ما يجازفش في المباراه دي، فهو قاعد مش هيشترك في المباراه اطلاقا. غير كده طبعا كل اللاعبين موجودين على دكه البدلاء، لكن عايز اتكلم بالتحديد عن وليد ازارو. وليد ازارو مش موجود خالص، مش هيشترك في المباراه، لان خلاص ابتدى الجهاز الفني يشيله من حساباته بعد اقتراب رحيل وليد ازارو، يعني ممكن خلال ساعات يبقى يرحل رسمي لو تمت المفاوضات بشكل ناجح مع فريق فورتشن الصيني. النادي الاهلي عنده عرض طلبه ومنتظر الموافقه من فريق فورتشن الصيني، فبالتالي وليد ازارو خارج حسابات الجهاز الفني. مستر باتشيت كارتيرون وكابتن محمد يوسف فضلوا من منذ الامس بالتحديد كان وليد ازارو ما شاركش في التدريبات لما كان بره التدريبات، انت قلت لي امبارح بس صح تمام. امبارح اول يوم بس وليد ازارو يلعب او يكون متواجد في تدريبات مفرده خاصه بيه، فبالتالي كان خلاص يعني بدايه الجهاز الفني ما يحطش وليد ازارو في حساباته تحسبا لنجاح المفاوضات ورحيل. لكن في جزئيه مهمه عايز اكدها على كل جمهور النادي الاهلي يا كابتن ميدو. وليد ازارو بيرغب في الرحيل عن النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت هو بيرغب لان عنده عرض مادي حلو جدا بالنسبه له، لكن في نفس الوقت لو رفض النادي او مش رفض النادي الاهلي او لو ما تمش الاتفاق ما بين الناديين، في النهايه وليد ازارو مش هيكون عنده تضرر انه يستثمر في النادي. كلامك واضح يا امير والجماهير فاهمه كده. يعني نلخص الموضوع ان وليد ازارو بيخرج من الباب الشرعي للنادي الاهلي بالظبط كده، الامور عاديه جدا، لاعب محترف جدا، الجهاز الفني طبيعي جدا ان هو يفضل انه يبعده عن حساباته الفتره دي، وخصوصا ان احنا داخلين على مرحله مهمه، مرحله بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي مباراتي التاون شيب اكيد هيكونوا مهمين، فالجهاز الفني عايز يستقر على الناس اللي هيلعب بيهم المباراه دي، فوليد ازارو ممكن يكون ذهنه مشتت شويه في موضوع الرحيل عن النادي الاهلي، الامور لسه ما تمتش بشكل رسمي، في حاله نجاح المفاوضات خلاص وليد ازارو هيمشي، في حاله عدم نجاح المفاوضات والنادي الاهلي ما تلقاش المبلغ اللي هو عايزه، وليد ازارو هيضطر انه يكمل في الاهلي، مش هيكون مضطر، هو هيكون مبسوط ان هو يكمل في الاهلي ما عندوش مشكله، هو الافضل بالنسبه له الفتره دي انه يرحل، لكن لو المفاوضات فشلت الراجل هيكون متواجد في النادي الاهلي عادي. كلامك وصل ومفهوم للجماهير، كلامك وصل ومفهوم للجماهير، تمام. نقطه مهمه جدا وكان لازم نوضحها. طبعا الامور ماشيه بشكل جيد، المباراه بتتلعب في هذه اللحظات يا كابتن ميدو، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني والنادي الاهلي ان هم هيحققوا كل الاهداف المطلوبه منهم من خلال او اللي هم بيتمنوها طبعا من خلال هذا المعسكر بشكل عام ومن خلال المباريات الوديه بشكل خاص. يعني انا امير هقول لك السؤال اللي اكيد كل الجماهير بتساله دلوقتي، وامير معانا على التليفون من قلب المباراه ومن قلب المعسكر كمان، شكل الاهلي في البدايات شكله ايه؟
يعني في البدايات الاهلي مستحوذ على الكوره شويه، المباراه في نص الملعب لسه ما فيش اي هجمه خطره حتى الان. يعني بالنسبه للفريقين على فكره فريق كولومبيا فريق جيد، مش فريق وحش هنا في سلوفينيا، فبالتالي الكوره لسه في نص الملعب. يعني النادي الاهلي يمكن بيلعب بدفاع متقدم شويه، يعني في فكر واضح كده ان مستر باتريك كاترون بيحاول ينفذه في الناحيه التكتيكيه والناحيه الخططيه بالتحديد. طريقه اللعب على حسب ما انا شايفها، طبعا انا فنيا مش هقدر اتكلم زي مثلا أكيد كبار في أكيد الكوره، أكيد لكن انا أكيد لكن انا بقول لك ان انا شايفه كده الطريقه 4 3 4 2 3 1 بالنسبه للنادي الاهلي. لكن ممكن يكون في تعديلات لسه خلال مباريات المباراه، المباراه ما بقالهاش 5 دقائق بالظبط تقريبا او يمكن اكثر قليلا، فهيبان الفكر بالنسبه لمستر باتريك كارترون ودماغه هتكون فيها ايه خلال المرحله المقبله، والاسلوب اللي عايز ينفذه يستفاد بيه من خلال المباريات الوديه عشان يقدر ينفذه في المباريات الرسميه او المباريات التانسيه طبعا. تمام، الملعب والجو يا امير. الجو كويس جدا في بنسلفانيا، يعني اعتقد درجات الحراره يعني 23 درجه مئويه تقريبا، يعني جو كويس. يعني في غيوم شويه، ما فيش شمس او حاجه، خلي بالك هنا الغروب بشكل عام بيبقى الساعه 9 بالليل او 9 ونص، ما فيش برد خالص، لكن الاجواء كويسه جدا، ملعب جيد جدا كمان، يعني امور كويسه وساعد ان شاء الله الفريق ان هو يقدم مباراه جيده يستفاد منها اكبر استفاده يا كابتن. الملعب كويس وتمام. ملعب كويس جدا، الامور ماشيه بشكل كويس. ماشي يا امير، هسيبك شويه كده تتابع المباراه وارجع لك تاني بقى نتابعك معانا شويه عشان ننقل للساده المشاهدين كل اجواء هذا اللقاء الودي. امير هشام شكرا جدا ليك. ده كان امير مع حضراتكم بيوصف لنا او وصف لنا الشكل اللي شايفه في المباراه، مباراه الاهلي وبطل سلوفينيا اولمبيا او فريق